أهلا وسهلا طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سأقوم بعرض مادة الأسبوع الأول لمادة اللغة والأدب، وهي بعنوان فن المقال. لذلك عزيزي الطالب سأبدأ بالأهداف المرجو تحقيقها في فن المقال. الأهداف: بيان موضوعات الوحدة وتوضيح المطلوب من كل منها. بداية عزيزي الطالب، نبدأ يومنا الأول في هذا الأسبوع بأنشطة لا منهجية لتعزيز العلاقة فيما بيننا ولتقوية الألفة والمحبة فيما بيننا وسهولة التواصل فيما بعد داخل الحصص الصفية. وفي اليوم الثاني عزيزي الطالب سنتعرف على المفاهيم والسياق العالمي ومهارات التعلم، وسنقوم بتعريف مادة اللغة والأدب. ثم عزيزي الطالب سنتطرق إلى نوع من أنواع الفنون الأدبية وهو بعنوان فن المقالة. وفن المقالة يا عزيزي تعرف بأنها تركيبة إنشائية قصيرة تدور حول موضوع معين أو أحد محاور هذا الموضوع، حيث تكتب المقالة بأسلوب مبسط وسهل الفهم عند القارئ، و تظهر المقالة قدرة الكاتب في إظهار ما لديه من إبداع ومن مبادئ فكرية اتجاه موضوع معين، حيث تكون المقالة عبارة عن مقدمة والموضوع الذي يكون في الوسط ثم الخاتمة. وتعرف المقالة في معجم المعاني الجامع بأنها عبارة عن بحث قصير في المواضيع الأدبية أو السياسية أو العلمية، حيث تنشر هذه الأبحاث في المجلات الأدبية أو السياسية أو العلمية. وهناك عزيزي الطالب أنواع للمقالة، منها مقالة ذاتية، منها مقالة اجتماعية، ومنها مقالة سياسية، ومنها مقالة تأملية، ومنها مقالة موضوعية. والمقالة الموضوعية يا عزيزي الطالب تقسم إلى مقالة تاريخية ومقالة أدبية ومقالة فكرية. هنا سنتطرق إلى المقالة الأدبية التي تتناول المقالة المواضيع المتعلقة بالأدب من نقد وتحليل النصوص الأدبية. ثم عزيزي الطالب سنتطرق إلى القاعدة الإملائية بعنوان علامات الترقيم، وسنتعرف على استخدامات علامات الترقيم. ولا تنسى عزيزي الطالب أن علامات الترقيم هي علامات اصطلاحية تكتب أثناء الكلام أو في نهايته، مثل النقطة، الفاصلة، وعلامتي التعجب والاستفهام وغيرها من علامات الترقيم التي سنتعرف عليها داخل الحصص الصفية بإذن الله. سميت علامات الترقيم أيضا بهذا الاسم عزيزي الطالب لأنها تعتبر دلالة على العلامات والرموز والنقوش الموضوعة في الكتابة، والمستخدمة أيضا في تطريز المنسوجات. ومن هذه التسمية استخرج علماء الرياضيات لفظ رقم وأرقام. ثم عزيزي الطالب سنتطرق إلى مهارة الاستماع، وهي مهارة الإنصات. فعليك عزيزي الطالب أن تنصت جيداً للمعلمة أثناء قراءة نص الاستماع والذي بعنوان ثورة التكنولوجيا والتعليم. ستقوم المعلمة في هذا النص بقراءته ومناقشته معكم أعزائي الطلبة، ثم سننتقل سوياً إلى الإجابة عن الأسئلة الخاصة بنص الاستماع. وهنا عزيزي الطالب عليك أن تكون متواصلا ومفكرا ومتأملا. إلى هنا عزيزي الطالب أكون
أكون قد انتهيت من الأسبوع الأول الذي سوف نتطرق إليه لمادة اللغة والأدب. شاكرة لكم حسن استماعكم أعزائي وأحبائي طلبة الصف السادس، وإلى اللقاء في الحصص القادمة.